كب كيك اللازانيا بكور الفراخ، حاجة جديدة. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. في الخلاط هنحط 3 صدور فراخ مفرومين، بصلة مبشورة، فص ثوم مفروم، وبيضة، ربع كوباية بقسماط، وربع كوباية بقدونس مفروم، وتلت كوباية جبنة شيدر، معلقة صغيرة ملح، شوية فلفل، ونضربهم. هنكور الفراخ ونحطها في قالب فرن عليه ورقة زبدة. في بولة هنحط معلقتين زيت زيتون ومعلقتين صلصة، وندهن الكور بالخليط. هنحطها في الفرن على 180 درجة لمدة 15 دقيقة. ودلوقتي تعالوا نحضر قوالب اللازانيا. بفرشة زبدة هندهن قوالب الكب كيك ونحط شرايح اللازانيا في القالب. حط معلقة جبنة ريكوتا ومعلقة صلصة لازانيا. هنحط كور الفراخ بعد ما طلعت من الفرن ونرش عليهم جبنة بارميجان، ونرجعها الفرن تاني لمدة 10 دقايق قبل ما الجبنة تسيح. ودي كانت فكرتنا الجديدة للكب كيك، جربوها وهتدعولي. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.